السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله معانا الأكتيفيتي بوك أو كتاب الأنشطة والتدريبات الخاص بكونكت بلس KG1 الترم الأول، وهنحل أول جزء في الأكتيفيتي بوك وهو الخاص بالجزء اللي احنا أخدناه المرة اللي فاتت الخاص بيونت 1. واحنا وضحنا المرة اللي فاتت يونت 1 كان عنوانها This is me، وعرفنا يعني ايه This is me، يعني هذا انا، وعرفنا ان في عندنا 4 units او 4 وحدات في الترم الاول. اول unit This is me، تاني unit In my classroom او في حجرة الفصل بتاعتي في الفصل بتاعي وانا في المدرسة. تالت يونت اسمها our animals او حيواناتنا، our يعني ملكنا، حاجة خاصة بينا احنا، وanimals يعني حيوانات. ورابع يونت وهي اليونت الاخيرة في الترم الاول واسمها our world يعني العالم بتاعنا، عالمنا. وهنعرف كل يونت فيهم بالتفصيل، هناخد شرحها مع بعض، وهنحل كمان التدريبات بتاعتها في الاكتيفيتي بوك مع بعض ان شاء الله. وزي ما احنا متعودين دايما يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين يا اصحابي، هو ده الكوفر بتاع الاكتيفيتي بوك كونكت بلس KG1 اكتيفيتي بوك ترم 1. وزي ما قلت من شوية ده الكونتنتس او المحتوى بتاع الكتاب. هلو طبعا ده الجزء الترحيبي بتاع الكتاب، بيعرفنا فيه بعض الكلمات البسيطة. بعد كده المحور الاول اللي اسمه Who am I يعني من انا، من اكون. والمحور الاول او theme 1 بينقسم لتو يونتس او وحدتين زي ما قلنا. اول يونت اللي هي This is me، unit 2 in my classroom، وطبعا الفونكس ستوري او القصة الخاصة بالصوتيات وازاي بنتعلم نطق الحروف. والمحور الثاني او theme 2 اسمه The world around me يعني العالم من حولي. The world العالم، around حول me انا العالم من حولي. unit 3 الوحدة الثالثة عنوانها Our animals حيواناتنا. unit 4 our world العالم بتاعنا، وطبعا الجزء الخاص بالفونكس والفونكس ستوري القصة الخاصة بالصوتيات، وهنا عنوانها زرين او الامطار. وطبعا the boys الاولاد and the frogs والضفادع. وفي الاخر ريفيو او مراجعة سريعة، ونتنقل للجزء اللي بعد كده. طبعا يا اصحابي جزء هلو ده بيعرفنا الشخصيات اللي موجودة عندنا في كتاب كونكت بلس، واحنا عرفناهم المرة اللي فاتت. عندنا دينا وعندنا ادم وعندنا بيزي بي بتقول لنا هنا look يعني انظر، read يعني اقرأ، and match وصل. فاحنا هننظر وبعدين هنعمل reading او هنقرأ وبعدين هنعمل match او توصيل. اول حاجة هنقراها هنقول I am busy bee. عرفنا المرة اللي فاتت I am يعني انا اكون، يعني انا busy bee النحلة، busy bee النحلة الجميلة. وهو هنا حلل لنا الجزء ده وموصلها لنا بالصورة بتاعت busy bee علشان يعرفك ان انت المفروض هتقرأ الجملة وبعدين هتوصلها بالصورة المناسبة بتاعتها. مكتوب في تاني فريم او تاني مربع I am Dina يعني انا دينا. فين دينا هنا يا اصحابي؟ شاطرين، هي دي دينا، فهنوصل طبعا I am Dina بالصورة الصحيحة او المناسبة بتاعتها ونوصلها بالشكل ده. طب في الفريم التالت مكتوب I am Adam طبعا هو ده ادم، فهنوصل الجملة دي بالصورة بتاعتها ونعمل كده. شاطرين كلكم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، وفيها طبعا الجزء الخاص بالكلمات اللي احنا عارفينها من شوية وعرفناها من شوية. فبتقول لنا هنا busy bee trace تتبع، امشي بقلمك الرصاص على النقط، ده اسمه trace قول ورايا trace يعني تمشي بقلمك الرصاص على الصور المختلفة، ده اسمه trace. بعدين color يعني لون، color
and و and و and و say say ثم قل بعد كده قول. يبقى هتعمل trace trace هتمشي بالقلم الرصاص بتاعك على النقط يعني تتبع بقلمك الرصاص. color color يعني لون color color يعني لون and say and say وبعد كده قول ثم قل. فهنعمل ايه يا اصحابي؟ هنمشي على الدوتس الجميلة دي او النقط الجميلة دي بقلمنا الرصاص وبعد كده هنعمل color او هنلون هنلون الصور بشكل جميل اللي احنا شايفينه قدامنا وبعدين هنقول هنقول ايه بقى؟ هنقول هنا مكتوب busy bee busy bee busy bee دينا 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 آدم آدم آدم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكوا معايا. وفي الجزء ده يا أصحابي busy bee بتقول لنا look look يعني عرفنا من شوية يعني ايه look يا أصحابي شاطرين. look يعني انظر act 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 يعني اعمل زي ما هم بيعملوا and say and say وبعدين قول اللي هم بيقولوه. يبقى look look يعني انظر act act افعل اللي هم بيعملوه act يعني اعمل زي ما هم بيعملوا and say وقل ثم قل. فهنا احنا هنشوف اصحابنا دول ادم ودينا بيقولوا البعض وهم بيشاوروا البعض وبيقولوا hello 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 يعني اهلا مرحبا. في الصورة التانية يا اصحابي دينا بتسأل ادم وبتقوله what is your name what is your name what is your name ما هو اسمك اسمك ايه. واحنا عرفنا المرة اللي فاتت لما بنحب نقول لحد اسمنا بنقوله I am آدم I am حسام I am وتقول اسمك بعد كده What is your name What is your name What is your name What يعني ما What is your name ما هو اسمك I am آدم I am وتروح كاتب اسمك هنا. ولازم كلنا نبقى حافظين اسمنا بيتكتب ازاي in English language لازم نبقى عارفين نكتب اسمنا بشكل صحيح باللغة الانجليزية. What is your name? What is your name? What is your name? I am وتروح كاتب هنا اسمك. طبعا هنا بيقولوا البعض باي 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 يعني مع السلامة باي باي وبيقولوا هنا لبعض مع السلامة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا. ونتنقل طبعا للجزء الخاص بالهاند رايتنج الهاند رايتنج او الكتابة باليد. واحنا عرفنا المرة اللي فاتت ان الجزء بتاع الهاند رايتنج او بتاع الكتابة باليد في اليونت الاولانية هو خاص بحرف الاتش وحرف البي وطبعا احنا عرفنا ازاي بنكتبهم بشكل صحيح. فهنا بيزي بي بتقول لنا look انظر say قل and trace وتتبع. وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا المفروض ان حرف ال H وحرف ال B بيتكتبوا بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. احنا دي تذكرة بسيطة لازم نبقى عارفين كويس ازاي نكتب حرف ال H وحرف ال B بشكل صحيح. لو انت مش عارف تكتبها لغاية دلوقتي وقف الفيديو شوف بيكتبوا ازاي ورجع الفيديو تاني شغاله تاني وشوف انت بتكتب صح ولا غلط تمام. فهنا بيزي بي بتطلب مننا ان احنا ننظر نعمل look وبعدين say ونقول and trace trace زي ما قلنا من شوية هنتتبع بالقلم الرصاص بتاعنا او with our pencil. فهنا مكتوب hello 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 يعني اهلا او مرحبا. فاحنا عملنا look نظرنا وقلنا كمان عملنا say قلنا المفروض هنعمل trace وهنمشي بقلمنا الرصاص على الحروف بتاعت كلمة hello زي ما احنا شايفين قدامنا. باي باي يعني مع السلامة باي باي يعني مع السلامة. فالمفروض هنكتب كلمة باي بعد ما قلناها وهنعمل trace بالقلم الرصاص بتاعنا على الدوتس بتاعت كلمة باي زي ما احنا شايفينها قدامنا. تاني حاجة بيزي بي بتطلب مننا وبتقول لنا listen listen يعني اسمع listen
and point point يعني أشر يعني شاور point point يعني أشر then ثم بعد ذلك trace trace يعني تتبع بالقلم الرصاص بتاعك يبقى أول حاجة listen اسمع and point point وأشر شاور then trace ثم بعد ذلك تتبع بقلمك الرصاص يبقى أول حاجة هنعمل listening هتسمعوا الحرف اسمه ايه اللي انا بقوله ده حرف ال A A small A small وهنشاور عليه هنعمل point زي ما احنا شايفين قدامنا A small A small وبعدين بعد ما عملنا listen انتوا شاورتوا كمان معايا هتعملوا trace بالقلم الرصاص بتاعكوا على حرف ال A small B B B وده طبعا B small B small B small وبعدين هتعملوا trace with your pencil أو بقلم رصاص على الدوتس الخاصة بحرف ال B C C C وده حرف ال C small هنعمل trace بالبنسل بتاعنا على الدوتس الخاصة بحرف ال C D D D وده طبعا حرف D small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا وهنمشي على الدوتس الخاصة بحرف ال D زي ما احنا شايفين قدامنا E E E وطبعا دي ال E small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا او بقلمنا رصاص على الدوتس الخاصة بحرف ال E F F F وطبعا دي ال F small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا او بقلمنا رصاص على الدوتس الخاصة بحرف ال F G G G وده طبعا G small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا على الدوتس الخاصة بحرف ال G H H H وطبعا ده H small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا او بقلمنا رصاص على الدوتس الخاصة بحرف ال H I I I ودي I small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا زي ما عرفنا من شوية على الدوتس الخاصة بحرف ال I J J J طبعا ده J small فهنمشي بالبنسل بتاعنا على الدوتس الخاصة بحرف ال J وهنعمل trace زي ما احنا شايفين قدامنا K K K وده K small فهنعمل trace بالقلم الرصاص بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا على الدوتس الخاصة بحرف ال K L L L وطبعا ده L small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا على الدوتس الخاصة بحرف ال L M M M M small ودي ال M small طبعا فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا على الدوتس الخاصة بحرف ال M N N N N small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا على الدوتس الخاصة بحرف ال N O O O وطبعا دي O small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا على الدوتس الخاصة بحرف ال O P P P وطبعا دي P small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا او بقلمنا رصاص على الدوتس الخاصة بحرف ال P Q Q Q طبعا دي Q small فهنعمل trace بالبنسل بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا R R R S S S T T T U U U V V V W W W X X X Y Y Y
and Z Z Z. طبعا احنا نطقنا الحروف علشان المفروض تبقوا عارفين كل حرف اسمه ايه، ولازم تعرفوا كل حرف اسمه ايه، ولازم تقولوا ورايا وتراجعوا على المعلومة دي، وبعد ما نقول مع بعض ونشاور مع بعض على الحروف نعمل تريس ونمشي بالبنسل بتاعنا على كل حرف من الحروف دي علشان نتعلم ازاي نكتبها بشكل صحيح، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي. وطبعا دي اول صفحة في المحور الاول او سيم 1، وطبعا اسمه Who am I. Who am I يعني من اكون، انا مين، Who يعني من، am I انا اكون. وطبعا اول بيج في يونت 1 وهي الوحدة الاولى في المحور الاولاني، وطبعا عنوانها This is me زي ما عرفنا من شوية. This is me يعني هذا أنا. وطبعا هنا بيزي بي بتقول لنا look, انظر, find, اوجد, and say, and say, وقل. يبقى مطلوب منك ان انت تبص بعينك وتنظر، بعد كده تعمل find او توجد، وبعدين هتنطق او هتقول معايا. فاول حاجة هنلاقيها هنا هوت صورة بتاعت آدم، ده صديقنا آدم، مكتوب جنبها كلمة brother brother brother. واحنا عرفنا المرة اللي فاتت يعني ايه brother. brother يعني اخ، brother يعني اخ. فين هنا ادم يا اصحابي في الصورة دي؟ شاطرين، هو ده ادم. فهنعمل ايه؟ احنا كده عملنا looking او نظرنا، وبعدين عملنا find، find او جدنا ادم اهو. تالت حاجة هنقول ايه؟ brother brother brother. قولوا معايا brother brother brother. شاطرين. تاني حاجة الصورة بتاعت دينا، ادي مكتوب تحت منها دينا، ومكتوب كمان جنبها كلمة sister sister sister. عرفنا المرة اللي فاتت sister يعني اخت، فهنعمل هنا looking او هننظر علشان نلاقي صورة دينا. فين صورة دينا يا اصحابي؟ شاطرين، هي دي صورة دينا. فاحنا كده عملنا find ولقينا صورة دينا. find يعني اوجد زي ما قلنا من شوية. فبعد كده هنقول ايه؟ sister sister sister. قولوا كمان sister 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 يعني اخت زي ما قلنا من شوية. تالت صورة صورة ماما، واحنا عرفنا يعني ايه ماما، يعني مامي مامي. فهنعمل looking او هننظر هنا وهنعمل look. فين صورة ماما هنا يا اصحابي؟ شاطرين، هي دي صورة ماما. فنقول مامي مامي مامي. قولوا كمان مامي مامي مامي. واحنا عرفنا المرة اللي فاتت مامي يعني ماما. واخر حاجة صورة بابا اللي مكتوب تحت منها دادي دادي دادي، وعرفنا المرة اللي فاتت دادي يعني ابي، وهنا صورة دادي زي ما احنا شايفينها في الصورة. فهنقول دادي دادي دادي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج نمبر 3 في الاكتيفيتي بوك او كتاب التدريبات، ودي اخر بيج هنحلها مع بعض النهاردة، وهي خاصة بالكلمات اللي قلناها من شوية، لازم نكون حفظناها زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، وهنراجع عليها دلوقتي مع بعض. فبيزي بي بتقول لنا trace trace يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين، يعني تتبع بقلمك الرصاص، امشي بالبنسل بتاعك على الدوتس بتاعت الكلمة دي، معنى كلمة trace. وبعدين كلمة جديدة بتقول لنا عليها بيزي بي، بتقول لنا choose 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 يعني اختار. choose choose يعني اختار. choose choose يعني اختار. يبقى انت هتعمل trace، هتمشي بقلمك الرصاص على الكلمات، بعدين هتختار، هتعمل choose and color and color، وبعد كده بعد ما تعمل choose او تختار هتعمل color وهتلون. يبقى مرة تانية trace، تتبع بقلمك الرصاص، choose choose اختار، and و color color يعني لون. فأول كلمة يا أصحابي هي كلمة مامي مامي مامي، فنعمل عليها تريس وهنمشي بالبنسل بتاعنا على الدوتس بتاعتها،
زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعدين هنعمل choose يعني نختار المفروض فين صورة مامي في الصورتين دول يا أصحابي. شاطرين هي دي صورة مامي، فهنختار صورة مامي وهنعمل هنا علامة صح زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعدين هنعمل ايه بعد ما نعمل choose؟ شاطرين يا حبايبي هنعمل color او هنلون، فهنلون صورة مامي زي ما احنا شايفين قدامنا وهنلونها بشكل جميل. تاني كلمة، كلمة daddy. daddy 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 يعني ابي. فين صورة daddy هنا يا اصحابي؟ شاطرين هي دي صورة daddy، فهنعمل هنا choose وهنختار الصورة دي. وبعدين هنعمل color او هنلون الصورة زي ما احنا شايفينها قدامنا. تالت كلمة، كلمة browser. browser 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 يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين يعني اخ. فين صورة الاخ هنا يا اصحابي؟ شاطرين هي دي صورة البراذر او الاخ، فنعمل عليها علامة لتشوز او علامة صح هنختارها. وبعدين هنعمل لها كولرنج او هنلونها بشكل جميل زي ما احنا شايفينها قدامنا. واخر كلمة هي كلمة سيستر. سيستر 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 يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين سيستر يعني اخت. فين هنا صورة السيستر او الاخت يا اصحابي؟ شاطرين هي دي صورة السيستر او الاخت، فنعمل عليها علامة ونعمل عليها choose ونختارها. وبعد كده هنعمل لها color او هنلونها ونخلي شكلها جميل زي ما احنا شايفينها قدامنا. وبكده نكون انهينا حل جزء من التدريبات او من الاكتيفيتي بوك الخاصة بمنهج كونكت بلس كي جي 1 الترم الاول. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس واستفدت اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.